بك مشاهدينا الكرام مره تانيه بعد الفاصل. معايا مفاجاه، انا قلت لحضراتكم انا مش هحط ملح في الشوربه. احنا هنتكلم دلوقتي عن مفاجاه معانا النهارده، ومنتج نازل من المنتجات الجميله المحترمه تبع شركات من الشركات الكبرى التي تحترم وليها يعني شركات ادويه كبيره مش شركات قليله. وده معمول يعني حاجة خاصة جدا بالبيشنس أو حالات معينة للناس اللي طلبوها في السوق ومش لاقياه، عشان نوفر على حضراتكم التعب. لكن اسمحوا لي الأول أرحب بضيفي الموجود مشرفني ومنورني معايا النهاردة، دكتور كريم وجيهي. دكتور كريم براند مانجر لـ HBG، وحضرتك منورني النهاردة. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير، يعني صباح الخير على حضرتك وعلى المشاهدين لمطبخ عظيمة. أنا مبسوط جدا أنا مع حضرتك وعلى قناة المحور. يعني ربنا يخليك يا فندم، ميرسي، شرف لينا. النهارده احنا هنتكلم عن ملح وسكر دايت، لكن احنا النهارده انا كلامي كله عن الملح. هنحكي طبعا يعني عن الاثنين، بس الملح عشان عايزه دلوقتي احطه في الشوربه بتاعتي. انا كنت مستنيها بالظبط. احنا دلوقتي هنتكلم، اول سؤال عايزه اقول بس للناس كلها، المشكله اللي بيعملها الملح العادي في العموم ايه للناس؟ تمام، يمكن فعلا المبدا بتاع الملح او التوجه بتاع الملح ده حاجه جديده في مصر خاصه، يمكن ده من 94 بره مصر، بس في مصر خاصه. ليه؟ لان احنا دلوقتي بنتكلم ان الملح العادي اللي هو ال NaCl او كلوريد الصوديوم مشكلته في الصوديوم. تمام. لما بنستخدم او بنستهلك الملح في اكلنا الطبيعي والعادي، ده يعني بيعلي معايا الضغط. كويس. ال WHO او منظمه الصحه العالميه قالت ايه؟ ان احنا لو قللنا استهلاكنا للملح للتلت هيقل معدل الاصابه بامراض القلب اللي طبعا اشهرها الضغط. طبعا للتلك. كويس جدا. طب خلينا دكتور بعد اذن حضرتك نعرض الارقام الخاصه، علشان دي الفريق الطبي الخاص ب HBG يرد على اي استفسار خاص بمشاهدينا اللي بيشوفونا من خلال مطبخ عظيمه. ودي الصفحات من التواصل على الفيسبوك يا جماعه، الصفحه ودي الانستجرام. دي الانستجرام عشان حضراتكم تقدروا تتواصلوا. انا عارفه ان في اصدقاء كتير جدا بيحبوا يتواصلوا من خلال الانستجرام. واي سؤال، اي دخول تعرفوا اي تفاصيل بيبقى مكتوب للدكتور. اي طبعا هيبقى في طبعا استشارات، في مفاجات وهدايا وخصومات طبعا، خاصه طبعا بالنسبه لانه اول منتج طبعا تابع لشركه جديده، لكن مش اول منتج للشركه، هي شركه بسم الله ما شاء الله. لا الله اكبر، يعني من الشركات الكبيره جدا للادويه. طيب ايه بقى الملح الدايت؟ ايه الملح الدايت وايه الفرق بينه يعني وبين اي ملح عادي؟ اي ملح عادي. احنا متعودين على كلمه سكر دايت، لما بنيجي نتكلم عن الملح بنقول ملح لايت. ليه؟ لان انا هنا يعني خاصين الموضوع في الصوديوم. لازم اقلل كميه الصوديوم، ودي نجح فيها بعض الشركات. بس اتش بي جي بتتميز في لايت سولت بايه؟ ان انا قللت، ده الملح الوحيد في مصر اللي اقل في نسبه الصوديوم 66% عن اي ملح تاني. ده نسبته تقريبا 31%. بالظبط يا فندم. لان الملح العادي ايه 90% صوديوم؟ 90% صوديوم. وده اللي بيسبب لي مشكله. طب انا هنا هيجي بعض المشاهدين يقولوا لي طب انا كده مش هحس بقى بالطعم الحادق اللي انا متعود عليه. ايوه، انا هجرب اهو، انا استنى بقى، انا احنا فيها. انا هجرب بس كده اشوف بس. لا تمام، خلينا بقى ايه ارش رشه كده. انا هحط ايه، طبعا البرطمان ده عملي جدا بالنسبه لي في المطبخ، احنا كستات بيوت او كمطبخ الملح. انا عايزه الحاجه العمليه، الحاجه الحلوه الكبيره، احنا شعب مصري بنحب البورشن الكبير حتى في الاكل، فدي حاجه كويسه. دي تقريبا كام جرام يا دكتور؟ دي 200 200 جرام، حاجه كويسه جدا. بالظبط كده. كمان بقى احنا يعني لايت سولت اول فورمه في مصر للملح اللايت ساشت، في منها اكياس بحيث لو انا خارج بره عايز اخد على الطبق بتاعي بس، او على انا واخده معايا اللانش بوكس بتاعتي، احط على السلطه بتاعتي، احط على الاكل بتاعي، اخد الكيس بتاعي. حلو قوي. ده منه اكياس ومنه كده عبوات لايت سولت. ده يعني نسبه الصوديوم فيه تقريبا 31 او 32% ماكسيموم، يعني مزبوط. دي حاجه هايله. طيب الطعم بقى عوضناه بالبوتاسيوم. ايوه تمام، وعوضناه بالمغنيسيوم واليود، ان زي ما حضرتك عارفه ان الجسم مش بيصنع اليود، فكده كده بنحتاجه من سورس خارجي. تعالوا بقى، تعالوا وانا اقول لكم. انا ما حطيتش منه كتير على فكره، وكان عندي احساس داخلي ان انا حاطه اصلا بيني في قراره نفسي اقل من النسبه الطبيعيه اللي يعني اللي على الحله اللي انا بعملها. بس انا دقت دلوقتي ولقيت ان الملح عامل تيست حلو، ملح. طيب دي صفحه الفيسبوك، عشان برضو اللي عايز يتواصل من خلال الفيسبوك ما عندوش انستجرام، يبقى احنا عندنا صفحه الخاصه بالفيسبوك للفريق الطبي الخاص بشركه HBG، علشان اللي عايز يسال عن الملح. طبعا الملح ده عبقري، انا طبعا يعني بهنيكم طبعا على الفكره. شكرا جدا.
بشكركم انكم عملتوا سيرفي، اصل عشان انجح لازم اشوف غيري عامل ايه بالزبط. ولازم لما انزل بحاجه مختلفه عن الاخرين فتخليني متميز بيها في يعني الناس تبص لي ليه، ما دام في كذا حاجه على الرف تانية هقول ده ليه، لازم اقول ان ده مختلف عشان كذا وكذا. طعم الشوربه انا حطيت شويه صغيره، يمكن قدام حضراتكم الكاميرا كانت جايبه، انا ما تخيلتش انها هتخلي الشوربه تبقى طعمها مملح، انا كنت حاسه اني هحط تاني. وما غيرتش الطعم؟ لا ما غيرتش الطعم، طعمه زي ما هو، ملح عادي كاني لا مظبوط جدا مظبوط جدا، انا ما حطيتش ملح خالص قدام المشاهدين. ويا ريت حضراتكم تجربوا، اصل انا مش هقدر اقول لكم كده الا لما تجربوا. آه البرطمان ده احنا قلنا 200 جرام، في منه علبه ثانيه بعد اذن حضرتك يا دكتور. انا هاخد دي لايت صاد، دي فيها اكياس صح كده؟ باكتس كده، ده الباكت تقريبا عامل ايه؟ 2 جرام مثلا؟ 2 جرام صح؟ بالتقريب. طب انا عينيا مزان ولا ايه؟ ما شاء الله يعني. ده تقريبا 2 جرام الباكت اهو جوه، عشان حضرتك تبقوا عارفين دي باكتس كده نقدر ناخدها في الشنطه معانا او مع اللانش بوكس بتاعنا لو احنا عاملين خضار سوتيه، عاملين حاجه مش حاطين ملح، نقدر ايه نستخدمهم معانا، يبقى حاجه كده بسيطه. طيب دكتور هسالك على حاجه بقى، احنا عايزين نعرف تاثير الملح الدايت، بما اننا احنا قلنا الفرق بين الدايت والعادي، خلينا نقول بقى تاثير الملح الدايت على الجسم ايه؟ التاثير هنا بقى مهمه ليه؟ لان انا زي ما حضرتك عارفه ان الصوديوم بيحبس ميه، انا هنا دي هتخلص من النقطه دي نهائيا. تمام. زائد هاكد بقى ان احنا هنا بنماتش او بن بن يعني مع التوصيات بتاعه منظمه الصحه العالميه ومنظمه الغذاء والدواء، ان انا هنا قللت استهلاكي للملح وكمان قللت استهلاكي للصوديوم. تمام. فانا هنا هبقى بماتش في حته ان انا هقلل معدل الاصابه بامراض القلب للثلث. كويس قوي. وده رقم كبير جدا، وزي ما حضرتك عارفه ان في امراض متلازمه عندنا هنا في مصر، سكر، سمنه، ضغط. تمام. والكوليسترول كمان بيبقى ساعات عالي. وبعدين هنبعد عن الدايليما اللي احنا بقى بندور فيها او الدايره المغلقه، ان انا كل لما حد احلي فاستهلك بقى دم السكر، عشان كده نيجي نتكلم برضه عن السكر شوغلس. بس انا يعني هقول لحضرتك بقى خلاص، احنا كده الفرق بين لايت سولت عن اي منتج في الانواع الملح الاخرى المختلف فيه الاخر مره قدام مشاهدينا قبل ما نخلص كلامنا عن الملح. اول ملح في مصر والوحيد اللي فيه نسبه الصوديوم اقل 66%. حلو قوي. وفي نفس الوقت في صوره اكياس. كويس. مع الملاحه طبعا. غير الملاحه، خليني احطهم جنب بعض عشان بس ايه اهو كده تمام. طيب نيجي بقى نتكلم عن السكر الدايت. شوجرليس. الشوجرليس. عايز اعرف بقى عشان انا بص عندي ايه الحته دي شائكه، فانا يعني ايه ما تزعلش من اسئلتي النهارده. لا لا خالص. قولي بقى دلوقتي شوجرليس، انا عارفه ان هو خالي من الاسبرتام، يعني قول لنا بقى المواصفات عشان بس في ناس متخيله ان الاسبرتام بس، ما في حاجات تانية خاليه من الاسبرتام. مظبوط. ايه الفرق بين منتج حضرتك اللي انت بتعرضه النهارده وبين اي منتج سكر دايت تاني ليه اسم؟ جميل. يمكن شوجرليس هو يعني لما بنيجي نقول كده نتكلم عن السكر دايت لازم ندور على معايير، الموضوع مختلف عن الملح شويه. الملح لسه احنا بنقول مبدا جديد او توجه جديد، انما بنيجي نتكلم عن السكر الدايت لازم ناخد بالنا من المعايير اللي بقول لحضرتك عليها. اول حاجه الامان. الامان ده بيجي منين؟ اللي حضرتك بداتيها اللي هي الاسبرتام، ان هو يكون خالي من الاسبرتام. طب تاني حاجه، في توجه دلوقتي ان كمان نبعد عن السوربيتول. ليه السوربيتول؟ دي ممكن تبقى مفاجاه بقى وبعض المشاهدين ما يبقوش عارفينها، ان السوربيتول مش زيرو كالوري او مش خالي من السعرات الحراريه. هو في سعرات حراريه. وكمان هو سكر كحولي. انا عايز اقول لحضرتك ان هما في اوروبا منعوه من ان هو يتحط على المشروبات والاغذيه في اوروبا. طب بمعنى ايه سكر كحولي؟ معلش الناس بس البسيطه يعني نفس التركيبه بتاعه السكر بس في اللي هي الاو اتش او في كحول. هو عشان كده هتلاقي اغلب في المنتجات اللي فيها سوربيتول الكيس بتاعها الومنيوم. عشان طريقه حفظه مختلفه شويه. بالظبط يا فندم. تمام. واستخدامه لفترات طويله هتلاقي بعض الناس وبعض المشاهدين بيشتكوا من ان هو بيعمل زي يعني لاكزك افكت او اسهال. مع انتفاخات بقى وحاجات زي كده. تمام. فنبعد برضو عن السوربيتول. كويس. طب اللي بيميز بقى شوجاليس المعيار الثاني ان هو زيرو كالوري، وفي نفس الوقت في حاجه اسمها سكرالوز الماده الفعاله دي. ده امن ماده فعاله وورلد وايد او في العالم كله. بتدي تحليه 600 مره عن السكر العادي، وبالتالي اقل كميه منها هتديني التحليه اللي انا عايزها المرجوه طبعا. بالظبط. ما تغيرش الطعم. كويس. دي حاجه هجربه في الحلو وهعمل بيه شربات. تمام. تسلم ايد حضرتك. ميرسي. وفي نفس الوقت كمان مستقر عند درجات الحراره العاليه. ما هو ده المهم بقى، اللي ملوش درجه حراره معينه بيوصل لها، ولا هو في اعلى الدرجات ممكن يوصل معايا؟ يعني الفرن عندي ممكن اشغله لو قلنا مثلا لحد درجه 220 240 260 شغال معايا عادي جدا. شغال. ده اللي بيميز السكرالوز. ويمكن عشان كده شوجاليس فيه سكرالوز. مش بس كده كمان هو امن على مرضى السكر
بشكل كبير جدا. ليه؟ لان يعني زي ما بقول كده بالكلام الدارج. طب ينفع اطفال وكبار؟ طبعا مش مشكله خالص، ملهوش عمر معين للاطفال نبدا منه اللي عندهم مرض السكر؟ مفيهوش اي مشكله خالص، هو واخد الاعتماديه بتاعه الاف دي اي اللي هي منظمه الغذاء والدواء الامريكيه، فمفيهوش اي مشكله خالص. زي ما قلت حاجه كده، ما بيتعرفش عليه الدم ان هو جلوكوز، زي ما بيخش الجسم زي ما بيخرج. يمكن عشان ده دي يعني ما بيأثرش على سكر الدم، ما بيعليهوش. فعشان كده اقدر استخدم شوجاليس يعني بكل اريحيه، ما فيش اي مشكله خالص، ما عنديش مشكله فيه خالص. احنا عندنا العلبه، خليني برضو ايه يعني عايزه افتح واحده. احنا الباكتس جوه تقريبا بيحلي قد ايه سكر للباكت؟ الساشيت الواحد او الكيس الواحد بيحلي معلقتين، معلقتين سكر. حلو، يعني حضرتك عامل حساب المصريين بيحبوا السكر الكتير. يعني ايه؟ طيب احنا لسه هيبقى في اوبشن تاني، انا عارفه في اسرار كده العصفوره قالت لي ان في ممكن هينزل منه برطمانات عشان البيوت تستخدم في الحلويات عشان يبقى حاجه موفره ويبقى برقم ارقامه بقى واسعاره متناول الجميع. جدا يا فندم، يعني متناول الجميع يا دكتور. ان شاء الله لما تواصلوا معانا بخليك. جدا جدا من مخاطب الشركه اتش بي جي ارجوكوا. لا لا جدا، عشان اصدقائنا، عشان كمان في ناس بسيطه بس عندها. طب خليني بس ارجع للملح في حاجه واحده. البوتاسيوم لما بيزيد في الملح ده بنمنع منه امراض مرضى الكلى او الفشل الكلوي لا قدر الله. النقطه دي مهمه جدا. كل التوصيات بتقول ايه؟ بتقول ان احنا المفروض الريشيو او النسبه ما بين الملح بالصوديوم والبوتاسيوم المفروض تكون 2:1. تمام، وده اللي حاصل في لايت سود سولت. نسبه ويس. البوتاسيوم اللي موجوده فيه هي ضعف نسبه الصوديوم اللي موجوده. عشان كده بتعادل الطعم اللي انا عايزه. الطعم الملح بالظبط كده، وفي نفس الوقت تفيدني في صحتي، لان زي ما حضرتك عارفه هي حلوه قوي لمرضى الضغط طبعا العالي والحاجات دي كلها، لكن هنقنن منه لمرضى بس يعني بياخدوا علاج للفشل الكلوي، يعني لانهم ليهم ادويه وعلاجات ثانيه وبيبقوا ممنوعين شويه من البوتاسيوم، مش هيبقى لطيف ليهم يعني. صح كده؟ لكن احنا فيما عدا هذا الدنيا امان جدا معانا، هو متميز عن غيره. طبعا دكتور كريم انا يعني سعيده بوجودك معايا، ولو ان الوقت طبعا عدى بحضرتك بسرعه، لكن اسمح لي هعيد تاني الارقام التليفون لاصدقائنا اللي بيتواصلوا معانا من خلال برنامجي، وفريق طبي كامل يا جماعه بيرد على كل استفسارات حضراتكم، وتشوف شكل المنتج والاسعار، وموجود كل الهايبرز يا دكتور. موجود في هايبرز، صيدليات وهايبرز موجود، وسوبر ماركت كمان. دي صفحه الانستجرام للتواصل من خلالها، وفي كمان الفيسبوك هتنزل حالا الصفحه بتاعته. وطبعا دكتور كريم وجيه انا يعني مش عارفه بشكر حضرتك جدا لوجودك، ميرسي على الكلام اللي فيه شيء من الامانه، ودي حاجه يعني لطيفه ان حاجه تبقى بنحكي بصفه عامه، مش بنقول ان احنا مش بنعيب في غيرنا، لكن بنتكلم عن نفسنا، ودي حاجه كويسه جدا، لان اكيد في منتجات تانية تحترم، ولكن انا شايف ان انا متميز عن غيري بحاجات معينه وده حقي. فاتمنى لكم طبعا النجاح والتوفيق. وشرفتني ونورتني، ولينا حلقات تانية يا دكتور. لسه لينا في اسئله ولسه فينا حاجات، هجرب الطعم في الحلو وهقول لكم مرر ولا ما مررش، هقول لكم هو بيتغير مع بعض المشروبات او الحلويات او لا، كل ده هقوله، هيبقى معانا دكتور كريم وجيه ان شاء الله مره تانية باذن الله. بشكر حضرتك جدا جدا، شرفتني ونورتني والله. شكرا جدا لحضرتك يعني. واسمحوا لي بقى قبل ما اختم اقول لكم طبعا ارجعوا تاني، تنسوش صفحه صفاء غنيم، ما تنسوش المنتجات الخاصه بصفاء غنيم، تنسوش ماجيكال ميكس عبقري، هتنزل كل حاجه على صفحتها حاجات بنات. يا ريت حضراتكم تتواصلوا وتشوفوا الخصومات وتشوفوا الاوفرز وتشوفوا الهدايا الحلوه، وانا متواصله معاكم لاي اسئله. لكن هستسمح حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نكمل. استني حضراتكم.